المثنوية Dualism. الرؤية الثنائية أو المثنوية هي الأكثر شهرة على الإطلاق في تصورات النفس في كل من الثقافة الشرقية والغربية. وفي أعم صورها الفرد بيتكون من مكونين، مكون مادي Material Substance أو الجسم، ومكون غير مادي An Immaterial or Mental Substance اللي أحيانا بيطلق عليه الروح Soul أو العقل Mind. وفي الفلسفة الغربية الحديثة الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت في الغالب كان أكثر المدافعين عن النظرية المثنوية أو ثنائية العقل والمادة Mind Body Dualism، وجادل أن الروح مكون غير محدود بالأبعاد الزمانية أو المكانية على العكس من الجسم اللي اعتبره مكون مادي محدود بالأبعاد الزمكانية، والروح والجسم بطريقة ما بيرتبطوا ببعض. لكن إزاي من الممكن مكون غير مادي يتفاعل مع مكون مادي طبيعي؟ لغز غامض عادة ما بيشار إليه في أدبيات فلسفة العقل بإشكالية الشبح في الآلة Ghost in the Machine. أرجع لحلقة إشكالية العقل والجسد لو عاوز تعرف أكثر عن نظرية ديكارت. صورة أخرى من النظرية المثنوية هي الرؤية التوماوية Thomastic View، مشتقة من أعمال الراهب توماس الأكويني توماس أكوينس، اللي فيها بيجادل أن الروح من الممكن فهمها على أنها مركب معقد بيحافظ على اتزان الحالات العقلية زي المشاعر الأفكار والأحاسيس. واعتقد أن بالرغم من أن الروح غير مادية إلا أنها المكون الأساسي اللي بيحرك يوحد يطور وينمي الوظائف البيولوجية في الجسم المادي، أي أنها مصدر حياة الفرد وبوصلة انضباط جسمه. وبصورة أو بأخرى كثير من أتباع الديانات الإبراهيمية الثلاثة بيعتقدوا في مثنوية الروح والجسد، لأن النصوص المقدسة سواء التوراة، الإنجيل أو القرآن يبدو على الأقل في القراءة المباشرة للنص بتقر بحقيقة مثنوية الروح والجسد. وكتير من فلسفة الشرق الأوسط زي الفارابي، ابن سينا، الغزالي، موسى ابن ميمون وغيرهم اعتقدوا في رؤية مثنوية، وكذلك فلسفة الغرب من أمثال أفلاطون، الأكويني وديكارت. وفي الشرق كمان الفكرة الهندوسية اللي بتفرق ما بين روح الفرد أتمان والمادة الطبيعية أو الجسد براكريتي. ومن هنا تقريبا كل أتباع الرؤية المثنوية اعتقدوا في صورة ما للوجود بعد الموت، قد تكون رؤية بيتم فيها إعادة احتواء الروح مرة أخرى في صورة مجسدة زي ما الديانات الإبراهيمية الثلاثة بتدعي. وعند البعض الآخر الحياة بعد الموت قد تكون في إعادة بعث في صورة جسد مادي آخر، قد يكون نبات، طير، حيوان أو إنسان زي ما بعض الديانات الشرقية بتدعي. أو قليل من فلسفة المثنوية اللي اعتقدوا أن الوجود بعد الموت وجود بلا جسد Disembodied Existence، فيه الروح بتنفصل عن الوجود المادي إلى الأبد. وفي عدد من الحجج طرحت للدفاع عن الرؤية المثنوية، أهمها وجود فرق واضح بين الأحداث الفيزيائية والأحداث العقلية. يعني مثلا فكر في فكرتك عن مدينة القاهرة، هل الفكرة دي لها شكل، وزن، رائحة أو مذاق؟ يبدو أن من غير الممكن وصفها من خلال الخواص الفيزيائية، الكيميائية أو البيولوجية، وبالتالي الأحداث العقلية والدماغية غير متطابقة مع الأحداث الفيزيائية، أو يبدو أنهم شيئين من مواد مختلفة. وأتباع الرؤية المثنوية بيجادلوا أن الفرق بين النوعين دول من الأحداث أفضل تفسير له هيكون داخل إطار ثنائي للمادة والروح. الحجة الثانية عادة ما بيطلق عليها جدلية المعرفة Knowledge Argument. الفيلسوف الأسترالي فرانك جاكسون قدم تجربة عقلية في مقال بعنوان الكواليا الظاهرتية Epiphenomenal Qualia، نشره سنة 1982، وتبعه بورقة بحثية بعنوان ما الذي لم تعرفه ماري What Mary Did Not Know، نشرها سنة 1986، وناقشناها بتفصيل في حلقة منظور الخفاش من سلسلة المعرفة. في التجربة جاكسون بيطلب مننا تخيل فتاة اسمها ماري عاشت طول عمرها في غرفة من الأبيض والأسود، ما شافتش الألوان على الإطلاق. ماري أصبحت عالمة وتخصصت في دراسة علم نفس الأعصاب، ودرست كل المعلومات اللي بيحتاجها المخ علشان يدرك فكرة الألوان، مثلا السماء زرقاء أو الطماطم حمراء إلى آخره. ودرست فكرة إن مزيج من الموجات المختلفة في الطول منبثقة من السماء بيتم استقبالها على شبكية العين وبتتحول لإشارات بصرية ونبضات بتنتقل من خلال أعصاب الرؤية للمخ.
اللي بينتج نبضات في الجهاز العصبي المركزي بتسبب تقلص للحبال الصوتية وطرد الهواء من الرئتين اللي بيمر من خلال الحنجرة علشان تهتز الأحبال الصوتية في أنماط معينة بيساعد في تشكيلها اللسان لنطق جملة السماء زرقاء. بالرغم من فهم ميري العميق للتجربة البشرية لإدراك فكرة السماء الزرقاء، إلا إن جاكسون بيسألنا يا ترى هيكون رد فعلها إيه لما تخرج من الغرفة الأبيض وأسود وتشوف السماء للمرة الأولى؟ هل يا ترى هتتعلم شيء جديد؟ هل هتكتسب أي نوع جديد من المعرفة؟ يبدو إن من البديهي إنها ما زالت هتتعلم شيء ما عن تجربة العالم ومعايشة تجربة رؤية الألوان البشرية، وبالتالي يبدو إن معرفتها السابقة العميقة عن فكرة إدراك البشر للألوان كانت غير مكتملة، بالرغم من إنها كانت شاملة لكل المعلومات الفيزيائية حول التجربة. إذن هناك شيء ما أكثر من المعلومات الفيزيائية مطلوب لفهم إدراكنا للعالم والنظرية المادية الفيزيائية فيزيكاليزم، أو إن كل شيء موجود من الممكن تفسيره من خلال المعلومات الفيزيائية نظرية خاطئة. ومن هنا جاكسون بيستمر في فكرته، بما إن في أنواع مختلفة من التجارب نسبية subjective ومجردة objective، وأنواع مختلفة من المعلومات فيزيائية physical وغير مادية non-physical من الممكن أن يحصل عليها الفرد، وهناك فرق بين الفيزياء المادي والعقلي. إذن الرؤية المثنوية يبدو إنها أكثر قدرة على تفسير العالم من الرؤية المادية. حجة ثالثة للرؤية المثنوية قائمة على فكرة الهوية الشخصية personal identity، وناقشناها بتفصيل كبير في حلقة إشكالية استمرارية الهوية عبر الزمن في سلسلة فلسفة العقل، واللي عادة ما بتعرف في أدبيات الفلسفة بسفينة سيسيس The Ship of Thetis، واللي أعاد إحيائها من تراث الفلسفة اليونانية الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبس. علشان أقدم لك الحجة هقدم لك تجربة عقلية بسيطة. تخيل إن عربيتك فيها عطل وأخدتها للميكانيكي علشان يصلحها، اللي اضطر إنه يغير مجموعة أجزاء فيها علشان يقدر يصلحها. دلوقتي لما رجعت تستلم العربية لقيت فيها تغير بسيط، السؤال هل السيارة اللي هتستلمها هي نفس سيارتك؟ لو كان ردك نعم لأن التغير كان في بعض الأجزاء، السؤال التاني هيكون افرض إنك اكتشفت إنه غير كل جزء في العربية بجزء جديد، هل يا ترى في الحالة دي السيارة ما زالت نفسها؟ يبدو إن إجابة كتير من الناس هتكون لأ. في الحقيقة في بعض الناس هتجادل إن تغير جزء واحد من العربية غير من هويتها وأصبحت سيارة أخرى، سيارة مشابهة لكنها غير متطابقة identical مع السيارة الأصلية، أي إن تغير جزء من الكل غير من هوية الكائن أو الشيء. لكن يا ترى هل نفس الفكرة دي بتنطبق على البشر؟ هل بتغير جزء في الفرد يؤدي بتغير هويته؟ في الواقع علميا كل أجزاء جسمك اتغيرت منذ طفولتك، معظم خلايا جسم الإنسان بتستبدل أو بيعاد توظيفها تقريبا كل 7 سنوات، هل معنى ده إنك مش نفس الفرد اللي كان في الطفولة؟ الإشكالية دي معقدة ومتعددة المستويات، أنصحك إنك تسمع حلقة إشكالية استمرارية الهوية عبر الزمن لمزيد من التفاصيل. على أي حال فلسفة المثنوية بيجادلوا إن للحفاظ على هوية ثابتة غير متغيرة خلال عملية التغير لابد من وجود شيء غير مادي غير قابل للتغير المادي، الروح، العقل، أو أيا كان مسمى الجزء الغير مادي ده، بيكون هو جوهر الإنسان السابق الغير متغير خلال عملية التغير الجسدي. لكن فلسفة الرؤية المادية ليهم العديد من الردود على الجدلية دي، أهمها موافقة فلسفة المثنوية إن استمرارية الهوية للفرد لا تتحقق بالأجزاء المادية لكن من خلال ذكرياته وحالاته النفسية، أي إن نفس الذكريات والحالات النفسية تؤدي لنفس الفرد. رد آخر هو الاختلاف مع فلسفة المثنوية في الطرح ده والجدال إن هوية الفرد بتتطلب الأجزاء المادية للفرد لكن مش بالضرورة كل الأجزاء، على سبيل المثال بعض الأجزاء الجوهرية زي مثلا بعض أجزاء المخ أو الجهاز العصبي المركزي. بصورة أبسط بعض الأجزاء المادية التي لا تتغير عبر الزمن وتظل ثابتة، الأمر اللي مازال محل خلاف علمي إن كان في أجزاء مادية في جسم الإنسان بينطبق عليها هذا الوصف. أو رد آخر إن من الجائز إن استمرارية الهوية عبر الوقت غير مرتبطة بالأجزاء المادية نفسها لكن بارتباط بعض الأجزاء المادية ببعضها البعض خلال عملية التغير، يعني مثلا بالرغم من إن جميع أجزاء السيارة تم تغيرها خلال عملية التصليح وغالبا ما أجزاء أخرى هتتغير مع الوقت،
إلا أن السيارة لها نفس الهوية، لأن الأجزاء ما زالت متصلة ومرتبطة ببعضها البعض بصورة واحدة ثابتة طبقا لتصميم السيارة.